واحنا بنشوف الدولة يا بسندة بشكل عام بتهتم بالصحة من خلال عدد من المبادرات زي مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن والتشخيص عن بعد تحديدا، المبادرة اللي بتستهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية واستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية أيضا في الحصول على الخدمات الصحية اللي تليق بالمواطن المصري حافظ أيضا على صحته. ده حقيقي، المبادرة دي بيشترك فيها ثلاث وزارات وهي الصحة والتعليم العالي والاتصالات، وتم دعم المبادرة بطاقة 150 وحدة للتشخيص، وده ضمن 300 وحدة المستهدف إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة وأهميتها وإزاي بيتم الكشف عن أو على المرضى. معانا عبر الهاتف دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا استاذ بسام. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيك. دكتور محمد، في البدايه عاوزين نعرف ايه هي مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للكشف والتشخيص عن بعد، وهل في تطبيق او ابلكيشن موبايل بيقدر المريض اللي هو يدخله او يدخل من خلاله على هذه المبادره؟ سيادتك، طبعا هي دي مبادره عظيمه جدا، استفاده قصوى من كل التقنيات الجديدة في خدمة الطب. ودي الحقيقة، احنا في تطور الطب والخدمات الطبية بنستفيد كثيرا من امكانيات البحث العلمي والتقنيات الحديثة. طبعا سيادتك عارف مصر كبيرة وفيها محافظات، مش هقول هي محافظات بعيدة. صحيح. في بعض الأحيان الأطباء أو العاملين في هذه الأماكن بيحتاجوا مشورة طبية. فاحنا عندنا ما يسمى التلي ميديسن. يعني سيادتك لو في أشعة أو أشعة مقطعية أو تحليل باثولوجي أو تحاليل أخرى، فممكن زملاء العاملين في هذه الأماكن يبعتوها لأماكن أخرى متطورة فيها ناس أكثر خبرة ويقدروا يفيدوهم بالتشخيص أو المساعدة في التشخيص، أو يتفقوا سويا على وضع البرامج العلاجية لهذا المريض. نعم. فهي أساسا بتعتمد على تبادل الخبرة وليست بأن العيان نفسه هو اللي يحط الأبلكيشن. طبعا في أبلكيشن في التليفونات أو ساعات إحنا بنستعين، ودي طبعا حصلت كتير قوي أيام أزمة كورونا، إن ممكن المريض يبعت التحاليل أو يبعت الإشاعات عن طريق الواتساب. نعم. أو عن طريق الإيميل، بحيث نقدر نساعده في التشخيص. لكن هي وسائل لربط المراكز الطبية في مختلف المواقع بمراكز أخرى تقدر تدي خبرة أكبر وتقدر تدي ديسيجن سريع بدون تعطيل الحالة المرضية. طيب، هل يا دكتور المبادرة دي موجودة في كل محافظات الجمهورية؟ هي بتطبق تدريجياً، احنا بقى فترة شغالين، يعني دلوقتي احنا اكتر من سنة او سنة ونص في مواقع، لان بتحتاج هيئة وزارة الاتصالات بتعمل ارياف ضوئية وبتعمل مراكز والمكان اللي يعد لتقديم الخدمة. فالحقيقة هي تدريجيا عدد المراكز بتزيد كل يوم في كل المحافظات. نعم. دكتور محمد، يعني احنا عارفين ان في استشارات طبيه او بعض الممارسات غير الطبيه، هل احنا في حاجه لاصدار قانون لمنع الاستشارات الطبيه غير القانونيه عن بعد؟ لا يا سيادتك، هي لازم تشوف العلاقه الاساسيه هي بين المريض والطبيب. نعم. لان حضرتك في حاجه عندنا اسمها بيرسونالايزد ميديسن. يعني سيادتك كل عيان بمواصفات خاصة، في حاجات عامة طبعا، مرض عام وأعراض عامة وتدخلات عامة كل ده معروف. نعم. لكن في حاجات معينة كل مريض بحالته المرضية وظروفه الخاصة وسنه وعمره وجنسه ومناعته يقدر يتعامل الطبيب معاه على هذا الأساس. نعم. ويقدر يوصف له العلاج العام الذي قد لا يتناسب مع كل المرضى. نعم. بس أساس العلاقة هي علاقة شخصية مباشرة بين الطبيب والمريض. لكن زي ما قلت لسيادتك، هذه المبادرة بهذه القدرات هتساهم زي ما حضرتك شايف كده
المجموعة الأطباء دول بيبعت لهم الداتا دي وحالة المريض، وقد يعرضها طبيب آخر شاف العيان فعلا وحدد إيه الأعراض اللي موجودة أو المظاهر الكلينيكية. نعم. وعلى أساسها بيقدر الناس الأكبر منه خبرة أو سنا أو تخصصا يقولوا له إيه التدخلات اللي ممكن تعمل، بحيث إن إحنا بنحد من يعني المعاناة اللي قد يعانيها المريض ينتقل من محافظة بعيدة لمحافظة قريبة. طيب احنا يا دكتور عندنا يمكن تحدي شوية في توفر الكوادر الطبية، فهل يعني الكوادر متوفرة لهذه المنظومة لنجاح هذه المنظومة؟ طبعا يا فندم متوفرة، وزي ما قلت للشركة هي في بعض الأماكن في تخصصات تعتبر تخصصات نادرة ليس بالضرورة تتوفر في كل مكان. فالنهاردة قبل المريض ما بيتخذ قرار بعمل تدخل معين يتم الاستشارة عن طريق الاستشارة عن بعد زي ما هتشوفت. طيب الكشف عن بعد ده هل هو متاح في كافة التخصصات، وهل تم رفع كفاءة الأطباء أو تدريبهم قبلها؟ طبعا في كل حتة بيبقى في ناس متخصصين في هذا المجال وبيتدربوا على هذه التقنية حتى ينقلوا الداتا بدقة شديدة إلى أماكن الأخرى. نعم. يعني في تدريب عملي وعلمي مستمر في هذا الاتجاه. طيب المواطنين متقبلين فكرة يا فندم استخدام التكنولوجيا في هذه المنظومة، يعني المنظومة الإلكترونية؟ لا، المريض نفسه مش محتاج يستعمل هذه المنظومة. هذه المنظومة معمولة لأنها غاية الدقة وغاية التقنية، معمولة للكوادر الطبية وليس للأطفال. الثانية لكن دي الفرد أو المريض بيروح هو بينقله هذه الخبرة. طب الطبيب خبر طبي مدرب على هذا. نعم دكتور، طب الطبيب اللي بيلاقي ان في حالة بتستدعي نقل لإحدى المستشفيات أو لأحد المستشفيات، كيف بيتم التعامل مع ذلك؟ يتم التنسيب مع المؤسسة الطبية اللي شخصت هذه الحالة. الناس اللي في هذا المكان بيرتبوا نقل المريض للاماكن المتخصصه التي سوف يقدم له الخدمه فيه. نشكرك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا لك يا فندم.